محمد عبد اللطيف كاتب عام فرع جامعي التعليم الاساسي بنابل وعضو اتحاد جهوي لشغل بنابل. تعرفوا اللي جهه نابل جهه مستقطبه، عدد التلاميذ قاعد يتضاعف بصفه كبيره، وهذه حسب احصائيات وزاره التربيه اللي تصرح انه عدد التلاميذ هذا المعطى منذ سنة 2022 تصرح أنه 2025 عدد التلامذة حاب يتضاعف 5 مرات في ولاية نابل. في المقابل لاحظوا أن وزارة الإشراف ما حضرت حتى شيء لهذا الاكتظاء، فقط مشات الحلول الترقيعية هي مس هذا امتصاص هذا الاكتظاظ أو عدد التلاميذ هذا بضم الفصول. يعني السنة الدراسية هذه نجم نرقاو عدد التلاميذ في عدة مدارس يتجاوزوا 40 تلميذ في الفصل، وهذا تعرفوا معناتها وضع غير مريح ووضع غير ملائم للمتعلم والمعلم في نفس الوقت. يعني أن هذا يعكس سلبا على نتائج التلاميذ في المدارس العمومية، اللي احنا كان الهدف نتاعنا هو التنقيص في الاكتظاظ هذا، وكنا قبل نلوجوا على الرفاهة للتلميذ، وصلنا تو نقريو في التلميذ في 40 تلميذ في الفصل. تصوروا تلميذ ابتدائي او تلميذ ثانوي يقرا في اكتظاظ 40 تلميذ، وضعية غير ملائمة. كذلك عدا نقص كبير في عديد المدارس الابتدائية، نقص كبير في التجهيزات اللي تفتقر أبسط تجهيزات، خاصة المدارس الريفية. تصوروا مدارس ريفية، نحكي وإحنا توا على الرقمنة واحد عن المدارس في ولاية نابل، في معظمها تفتقر لمخابر إعلامية تتلائم مع تطورات التكنولوجيا للعصر، يعني غير ملائمة حتى للتلميذ باش يمارس عليها أبسط الأنشطة التعلمية. كذلك عندنا إذا كان نحكيه على المدارس، نحكيه طبعا على الطباشير بالنسبة للمدارس البدائية كارثة. احنا في الوقت هذا نحكيه على الطباشير، يمكن يستغربوا الناس ان نحكيه على الطباشير، بالحق راهي كارثة. المدارس البدائية ما عادش فيها الطباشير، صدقني ولاية نابل معناتها من أتعس الولايات من ناحية التجهيزات ومن ناحية الرصيد البشري، اللي أصبح يهدد العودة المدرسية ويهدد أبناء. عنا نقص في الإطار التربوي، نقص في العمل، نقص في إطار الإشراف البيداغوجي المتفقدين، اللي عنا عديد الزميلات والزملاء ما تمتعوش حقهم في التفقد الدوري لعدة سنوات، وتعرفوا أنه نفس الشيء بالنسبة للمتفقدين اللي يتقاعد ما يتعوضش. وهذا زاد في إطار الجانب البيداغوجي، فما نقص كبير في التأطير البيداغوجي، خاصة الولاية تشهد معناتها عدد كبير من الزميلات والزملاء المستجدين في التعليم، خريجي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية والنواب، اللي في حاجة لإحاطة بيداغوجية، وهذه أثر سلبا على الأداء التربوي في القسم. في السنة عندنا زوز مدارس محدثين حبيب ينطلقوا السنة الدراسية هذه، مدرسة في سليمان ومدرسة في قليبية، فقط زوز مدارس فقط على مستوى الولاية، اللي هي الولاية مرتفع عندنا مناطق نعتبرها مناطق حمراء من ناحية الاكتظاظ، كما الحمامات أو بني خلاد، مازلت ميم، قليبية. الإشكالية دي ما تعرفوا في الإحداثات إشكالية كبيرة برشا، لأن وزارة التربية ما تقتنيش أرض، وإشكالية عقارية متشعبة باش ترقى أرض. عندنا الحلول في معناتها توسعات، اللي الحقيقة ما ننكروش أن جهة نابل معناتها شهدت ثورة في السنين الأخيرة، فما عديد المدارس وقع إصلاحها وقع توسيعها، فما أحداثات ولو مش كبيرة برشا، لكن إلى حد اللحظة راهي لا تفي بالمدارس الأحداثات اللي صارت وإلا التوسعات، باقي ما تمشاش مع عدد التلاميذ اللي قاعد يتضاعف بصفة كبيرة، وهذا أكبر عائق نلقوه في العودة المدرسية هذه، أكبر عائق هو الاكتظاظ.